أجمل إحساس ممكن تحس بيه لما بتكون أنت سبب في إسعاد حد، يعني أن أنت كنت ربنا أكرمك وأن أنت قدرت تسعد أي بني آدم. طيب لو أنت تقدر تسعد طفل، يعني عملية إسعاد الأطفال دي أو أن أنت تفرح طفل مسألة سهلة صعبة، السهل الممتنع. ف يمكن الحمد لله انا في بيني وبين الاطفال عمار كبير، يعني دايما بنبقى اصحاب بسرعه جدا جدا. ف ودايما ما اعرفش، انا بحب الاطفال قوي وبحب احس ان هم سبحان الله في عمليه جذب بيننا، يعني في حاجات مشتركه بيننا كتير. فان انت تكون ربنا يجعلك سبب في اسعاد الاطفال او فرحتهم، فاكيد ده بيبقى كرم كبير قوي قوي من ربنا، لان حاجه جميله قوي قوي ان انت تكون سبب في فرح الطفل. قد ايه كان اليوم اللي احنا قضيناه مع اطفالنا ده كان يوم جميل جدا، ان هم حتى واحنا ماشيين وبيغنوا واحنا ماشيين في الاوتوبيس وقعدوا يغنوا الاغاني بتاعتهم اللي هم حافظينها، والاغاني السوريه والاغاني السوريه الفلكلوريه، يعني كانت قد ايه احساس جميل قوي ان بتحس كانك قاعد في وسط فراشات ورود جميله لسه بتتفتح للحياه، فراشات بتطير، عصافير بتطير، حاجة كده كأنك قاعد في وسط الجنة. البراءة، الحياة الخضراء الجميلة البسيطة وانت قاعد في وسط أطفال أي من كان الأطفال، إيه حتى مش شرط سوريين أو غير سوريين، أي أطفال وهم في احتياج للفرحة دي، زي ما شفنا ونزلنا وروحنا للأطفال مرضى السرطان ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، ومرضى الدم، وطبعا دي هي الاصعب والاصعب والاصعب، يعني انت تقدر تساعد الاطفال في ان انت تخرجهم شويه بره الادويه والكيماوي والجو المستشفى، تخرجوا بره الجو ده ولو ساعه ساعتين على قد ما تقدر، قد ايه طبعا بتبقى حاجه اجمل طبعا بكتير كمان. يعني المرض هو المرحله الاصعب يعني للطفل، او الحاجه الشرسه، يعني بتبقى هي حاجه شرسه بالنسبه، تخيلوا بقى ان المرض ده كمان، يعني فربنا يشفيهم ويعافيهم جميعا يا رب. ال 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 ان انت تروح دار ايتام، ان انت تروح، مش لازم يكون ده في رمضان، يعني ما انت لو انت جربت، لو انت محتاج، يعني وقلتها كتير وما زلت بكررها وما زلنا بنتاكد منها، احنا كرو مصر احلى بنتاكد منها كل مره، ان احنا شغلنا البر ده هو الامداع، هو الطاقه الايجابيه، ما بنبقى حاسين ان احنا تعبانين وعايزين نشحن طاقه، والله بكررها كتير، حتى مهما كنت تعبان، مهما كنت، يعني ممكن نبقى خارجين من الهواء ومروحين متاخر، طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنخلص متاخر، قبل ما نروح وبنصلي او نعمل كذا بننام متاخر جدا، ويكون عندنا الصبح بدري مثلا شغل، يعني عندنا تصوير خارجي، حاجة تانية خالص، طاقة تانية، انت جات لك منين، شحنتها ازاي، انت متعرفش، هي في طاقة ايجابية كأنك انت بتشحنها بمجرد وجودك وسط الناس، يعني احنا عندنا متعة وجودنا في الناس دي، متعة كلنا بنشيد بيها، تتعب ما تتعب بقى، يعني تقعد طول اليوم بره، ممكن تقعد طول اليوم شغال وشغلنا مرهق طبعا كتير، اللي هو الشغل الخارجي اللي هو التقارير اللي انتوا بتشوفوها، بنيجي ننزل ممكن نقعد طول اليوم ما ناكلش، نقعد طول اليوم في الدنيا برد او الدنيا حر، بس في الاخر في متعه، في حاجه انت كده بتلمسك، هي الطاقه الايجابيه اللي احنا شرحناها قبل كده كتير مع ضيوفنا اللي كانوا بيجوا، واللي قالوا ان هي فعلا في حاجه بتلمسك، حاجات فيسيولوجيه بتتغير في جسمك، في افرازات كيميائيه بتتفرز فعلا بشكل حقيقي وبتشوفها، ما بالك هو حتى قالك ان انت اما بتقعد مع طفل بتشحن طاقة ايجابية كبيرة جدا، الاطفال هم عبارة عن طاقات ايجابية موجودة متحركة، فتخيل انت لو قاعد وسبحان الله ليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اوصى باليتيم وقالك ان انت تمسح على رأس اليتيم في كل شعرة حسنة، وازاي يكون يعني ده فيها، لان هو ده برضو احساسك بالطفل اليتيم او الطفل اللي هو زي ما انتم شفتم كده، اطفال ممكن يكون يعني اولياءهم يعني ابوه وامه مش موجودين، حتى لو هم عايشين بس مش موجودين معاه، هو في احتياج، هو برضه يتيم، ما هو مش كل الاطفال الايتام اللي ابوها وام ابوها او امها مات او ابوها وامها الاثنين ماتوا، لا في اطفال اهاليهم موجودين وهم برضه ايتام، يعني وشوفنا ده كتير، وشوفنا نزلنا قبل كده اكتر من جمعيه، ولو تفتكروا الجمعيه اللي احنا نزلناها اللي هي بترعى الايتام ذوي الاحتياجات،
واللي عندهم اعاقات، في منهم كتير يعني تلاقي امه موجوده ابوه موجود، ام وابوه سابوه في حته زي الطفل الصغير اللي انا مش قادره انساه لحد دلوقتي، اللي امه يعني اكيد امه وابوه سابوه ولقوه عند القسم. يعني في ده في الاحتياج، انت هما محتاجينك جدا صحيح، ولكن انت محتاجهم اكتر. اولا محتاجهم كثواب عند الله يعني، وده يكون في ميزان حسناتك، وان انت بتشحن طاقتك الايجابيه، وان انت بتستعيد حيويتك، مجرد ان انت يعني شوف هتكسب دنيا واخره. اكيد يعني لو حد فكر فينا ان هو محتاج، ظروفه النفسيه تعبانه، عنده مشاكل عنده، ويفكر ان هو يعمل ده، واول حاجه وبنصحكم بيها وبنصح نفسي طبعا، ان احنا دايما ما ننساش النيه، ان احنا نخلي فيه النية ان ده خالص لوجه الله تعالى، وان يا رب احتساب لي ده في اجر، وان هو يكون اجر ليك، وان هو يكون في ميزان حسناتك يعني، وان هو ربنا يجعله خالص لله. وبعد كده بقى انت يعني عيش بقى وقتك الجميل معاهم. واكيد يعني وقتها لو انت فكرت، ويعني يا ريت اللي يجرب ده يقول لي ويدعي لي لو يعني حس فعلا باللي انا بقوله ده. يعني نبتدي بقى ناخد كل مداخلات حضراتكم، معانا وقت ان شاء الله كافي وربنا يبارك لنا برضو في الوقت. ناخد اول اتصال، ام يوسف من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تاوني بسمع ان انا بكلمك. نعم انا سعيده جدا ان انا بكلمك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. تفضلي. بس هي هقول على حاجه، مشكله بسيطه جدا، بس يا رب يخليكي تقفي جنبي. تفضلي. انا جوزي كان مدمن مخدرات في بدايه حياته. ودخل وتعالج من المخدرات ودخل المستشفى. ودلوقتي هو مريض نفسي. بيسيبنا، هو بيمشي في الشارع بقى شعره قد كده ودانه قد كده، لا حول ولا قوه الا بالله. كان بيتردد علينا ان هو عايز يموتنا، يقلع فينا مره، يعني اتبهدلنا كتير، وانا معايا طفل. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عايزه، مش عايزه اي حاجه. انا عايزه بس لو ظهر حد يدخلوني المستشفى، مش عايزه اي حاجه غير كده بس. طيب ما تعيطيش ما تعيطيش. طيب انا خايفه على ابني، فقد لا شيء. طيب قولي لي، اي حاجه. طب قولي لي بس يا ام يوسف، يعني هل مثلا عارفه الاماكن اللي بيتردد عليها؟ عارفه هو موجود فين؟ يعني ممكن ده، وان احنا نحاول نساعدك بان احنا نشوف اذا كان مين ممكن. يعني هو انت متاكده ان هو مريض نفسي؟ ايوه معايا تقرير بالمستشفى، ومعايا الدكتور اللي كان بيعالجه منور. يعني هو بعد ما اتعالج من الادمان اصيب بمرض نفسي؟ يعني ده أيوة. ده مرتبط بده ولا ده حاجه تانية ولا ايه؟ ما اعرفش، قالوا ما حدش قال لي على اي حاجه قبل الجواز. يعني هو ممكن يكون كان عنده مرض نفسي من الاول يعني. طيب. ولجأت لطوب الارض، ورحت لقسام، ورحت هنا وهنا، عالجوا على نفقه الدوله، ما حدش عمل له حاجه. في القسم كانوا بيبهدلوني، ويقعدوا يتريقوا عليا، جننتيه، عملتيه، انا ما جننتوش، في تقرير وفي دكتور. طيب معاكي طفل واحد؟ معايا طفل. عنده كام سنه؟ هو لما عنده سنتين وشويه، لما كان بيجي انا ما كنتش بفتح الباب لاني ده خطر عليا وعلى ابني. طيب واهله؟ أهله فين؟ اهله فين؟ اهله ما حدش رضي يتدخل، ولا حدش رضي يعمل اي حاجه، بيقول له واجب عليك انت، هبقى انا واجب علي اجيب من. لا يعني والده ووالدته موجودين؟ لا متوفين. عنده اخوات؟ عنده اخت ومسافره بره. يا ما عندوش حد هنا؟ لا ما عندوش عم خال حد كبير في العيلة؟ لا ما حدش رضي يتدخل. لا مش يتدخل، هو يعني على الأقل حد يعني يوضعه في مستشفى، يقول لك دخلوه تصرفوا في أي حاجة يعالجوه. طيب ما هو يعني ممكن يتعالج، ما فيش حاجة ملهاش علاج. نعم ممكن هيهدى، بس لو الدكتور بيقول لو دخل هيهدى عن العمل هو بيعملها دي. انت بالدكتور شخص لك الحاله النفسيه اللي عنده ايه؟ انفصام في الشخصيه، عايش شخصيه غير شخصيه. انفصام في الشخصيه. ربنا يشفيه ويعافيه اولا. وطيب سيبي بياناتك يا ام يوسف علشان تقولي لنا بس مكانه فين، يعني اللي اتصل بيك تقولي لنا مكانه ونشوف ازاي نقدر نساعدك، يعني يمكن يعني نعرف نوضعه في مستشفى نفسيه او يشوف. على الاقل هو انسان محتاج علاج، يعني هو ده الاهم، ان احنا نشوف نعالجه وربنا يشفيه ويعافيه. طيب
ممدوح، ام ممدوح ولا ممدوح؟ ممدوح من القاهره. الو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك، اتفضل. الو، ايوه اتفضل، سامعاك. الو، سامعاك يا ممدوح، اتفضل. حضرتك، انا حضرتك في كرب كبير قوي يا استاذه، وبقالي اسبوع مش عارفه اتواصل معاك. ربنا يفك كربك، امرني. امرش عليك ظالم، انا عليا ايجار 14 شهور، وانا راجل عندي 53 سنه، وعندي بنتين كبار وولدين. صاحبه الشقه حضرتك والله مشيتنا، وقاعدين عند حماتي في اوضه، وانا بنام في عربيه في جراج. انت ما بتشتغلش يا ممدوح؟ عليا 14 شهور ايجار. انت ما بتشتغل؟ ادفعوا لي، ربنا يكرمكم. طيب انت ما بتشتغلش؟ انا حضرتك كنت مركب دعامه في القلب، وهشتغل من حوالي كمان يومين، الدكتور قال لي بعد يومين تشتغل. كنت بتشتغل ايه طيب؟ سواق تاكسي حضرتك بالليل. طيب، وشغاله على عربيه يعني بتاعت حد؟ اه يا فندم. طيب وانت متاخر عليك كام شهر؟ 14 شهور ب 2400، بدفع 600 حضرتك. 14 شهور. طيب وفي الفتره دي انت ما دفعتش؟ كان في ظروف يعني؟ اه يا فندم، كنت مركب دعامه في القلب. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. عندك اولاد؟ عندي 4 حضرتك. ربنا يشفيك ويعافيك الاول، ويعني لو حد سمعك وحابب ان هو يساعدك في سداد الدين ده نقدر نوصله. سيب تليفونك طيب، واللي عايز يساعدك ويتاكد، بس ممكن اللي يروح يدفع الايجار يروح يدفعه لصاحب صاحبه الشقه بتقول. طيب الخط قطع، اشكرك يا ممدوح، بس هو يعني هستأذنك، اللي هو عايز يساعدك علشان برضو يتأكدوا الناس تبقى عارفة بتودي فلوسها فين، اللي عايز يساعد ويعني يعتبر هو في ظروف مرضية ويعتبر غارم عليه فلوس يعني وحاجة تستره، يعني يقعد في شقته وهو بيقول هينزل يشتغل، اللي عايز يساعده ويتأكد ان كلامه صحيح. زي ما قلنا بنأكد دايما، بنقول اللي بيتصل بينا من خلال التليفون على الهواء احنا بنبقاش عارفين مين، مش شايفين مين، فللمصداقية أنا بقول أنا يعني الحالات اللي بتدخل أنت عايز تساعد حد وتتأكد من مساعدته مش هتخسر حاجة، بالعكس هيبقى ليك الأجر، وهيبقى ليك أجر زيادة مضاعف إن أنت بتروح بتتأكد وتتأكد إن الحاجة راحت في مكانها. تتواصل مع الحالة اللي هي بتتصل بينا وتقول لهم أنا، طب أنا هبعت حد يشوف المكان، أو أنا هبعت حد يشوف، أو أنا هبعت لصاحبة الشقة وآخد الإيصالات، يعني حاجة تتأكد منها. وربنا يعافي الناس جميعا يا رب. أم حمادة من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا أستاذة وفاء؟ الحمد لله، فضل ونعمة، اتفضلي. بصي حضرتك، أنا طالبة منك طلب، ربنا يكرمك. أه بس علي الصوت شوية، أنا مش سامعة. ربنا يكرمك، طالبة منك. اتفضلي. ربنا يكرمك، طالبة مني حضرتك طلب. أمري. أنا بصي، أنا تعبانة جدا جدا، وعندي التهابات جامده في المفاصل، لا بقدر امشي، وبعدين مش قادره اقول لحضرتك. التعب اللي انا فيه، محتاجه من حضرتك بس اعمل شويه تحاليل واشعه. طيب قولي لي. لان انا امكانياتي ما عنديش خالص. انت يا محمده يعني قولي لي ظروفك ايه؟ انا ظروفي مستغربه من حضرتك اي حاجه غير ان انا توديني اي حته يعملوا لي تحاليل واشعه. حاضر حبيبتي، بس انا بسال انت ظروفك ايه؟ يعني زوجك موجود؟ زوجي موجود، وزوجي لا مؤاخذه نايم تعبان مش قادر. وربنا اعلم بظروفي، مش قادره اقولها لك على الهوا. طب خلاص، جامده قوي قوي. طيب خلاص، سيبي رقم تليفونك والله المستعان، ربنا يشفيكي ويعافيك يا رب. بسمه من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك استاذه وفاء. معلش انا طالبه من حضرتك طلب، بس بتمنى ان انت تقفي جنبي بجد، علشان اهلي تعبوا بجد من المشكله اللي احنا بنعانيها دي. دلوقتي جارنا، طبعا انتوا كتر الف خيركم ان انتوا ساعدتوا ان احنا ناخد كشك لابويا وامي ان هم يسرقوا منه، تمام. دلوقتي انت معلش بس مفكريني بيكي. انا اللي كلمت حضرتك النهارده. احنا احنا كان عندك مشكله. انت مش من القاهره، انت منين؟ انا من بني سويف. بني سويف، اللي احنا عملنا لوالدك كشك، صح؟ كشك
طيب احنا المفروض عملنا الكشك والبضاعة فيه وكل حاجة تمام، ايه المشكلة تاني؟ المشكلة دلوقتي يا فندم ان في واحد جارنا طبعا اصلا كل شوية عامل مع والدتي ووالدي مشاكل، وكل شوية بسبب الكشك وكل شوية يروحوا لقسام. دلوقتي والدتي هي كانت عاوزة اتكلمت بنفسها علشان تقولك بالله عليكي احنا عاوزين نعرف البني ادم ده عاوز مننا ايه، احنا مش بتاع مشاكل. هو عايز طيب خليها، هي فين والدتك؟ فين والدتك؟ ما هو حضرتك كلمتوها بس هي ما ردتش، هي شكلها بقى نامي. بس في دلوقتي في لجنه جايه من المحافظه ان هي عايزه تشيل الكشك، لان هو كتب فينا اكتر من شكوى، ودلوقتي احنا جماعه الاورمان هي اللي بتحدد ده، والكشك اصلا لازق في بيتنا يعني مش جنبه خالص والله العظيم، والشارع واسع ما فيهوش اي حاجه اصلا. الكشك ده احنا مش جايبينه بترخيص اصلا. ايوه انا ساعدت على كل الورق ده كله عندنا في مجلس مدينه دبا، كتر خير الباشمهندس الاستاذ محمد والناس ساعدتني بصراحه ان هم يقفوا جنبي ان انا اخد الكشك. دلوقتي هو الشخص ده بالله عليكي انا دلوقتي بتجهز لمحافظ بني سويف يجي يشوف بس الموضوع بتاعي. طيب يعني أو يعني أو مجلس مدينه دبا. طيب يعني دي مشكله كلها مع جاركم؟ جارنا عايز مننا ايه؟ احنا مش بتاع مشاكل كل شويه. ماشي انت قولي جارك عايز منك ايه برضو؟ انا معلش مش فاهمه. عايز مشاكل، عايز مننا يعني جاري يعني هو لوحده كده جاي؟ طب معلش معلش لو سمحتي بس يعني هو جارك ايه مشكلته معاكي برضو؟ مش فاهمه. مشكلته ان الكشك بيقول ان هو مداري بيته ازاي، لما المعاينه جت اشافته والمركز المدينه التعبيبه جه شافه كلهم شافوا الوضع، لو الموضوع ما فيهوش اي حاجه. احنا لقيت مجلس المدينه بيكلمني امبارح بيقولوا لي دلوقتي يا استاذه انتوا لازم تشوفوا مكان غير المكان بتاع بيتكم ده. دلوقتي ما فيش اي مكان لاهلي يقعدوا فيه بالكشك. طيب هل يعني إيه؟ هل في مكان في الشارع تاني للكشك ده؟ لا يا فندم دلوقتي علشان اقضي كشكي في اي مكان لازم اخد موافقه من صاحب البيت، من صاحب العقار، من صاحب المدرسه. المفروض كده. لكن هم ما فيش، هو دلوقتي عاوز معانا مشاكل. انا دلوقتي بستغيث لمحافظ بني سويف او رئيس مجلس مدينه دبا انه حتى يا سيدي يا ستي احنا مش عاوزين مشاكل ولا وجع قلب، يشوفوا لنا مكان تاني. ربنا وحده بس يعلم والله الذل اللي احنا فيه، هو تعبنا واحنا مش بتاع مشاكل. طيب يعني اتمنى يكون محافظ بني سويف سامع مشكلتك وان شاء الله تتحل، ولو في حتى يعني في اقصى ظروف لو هي الحل بينك وبين الجار ان المكان يكون في مكان تاني قريب للكشك بتاع والدك والدتك، يكون ان شاء الله يعني ده في خير للجميع. يعني اشكرك جدا. معانا مين؟ معانا سعد من القاهره. نعم استاذ، اهلا بيك، اتفضل. نعم استاذ، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا دكتور، معلش يا استاذة، عاشم في ربنا وحضرتك. اتفضل. انا كنت عامل عملية في عينيا والدكتور بوظ لي القرنية بتاعت عينيا، وعينيا دلوقتي عايزة قرنية، وانا اصلا بسوق على تاك والله العظيم ثلاثة ما بشتغل دلوقتي. وماليش باب مرزق ولا أي حاجة، وانا راجل عندي 62 سنة والله العظيم ثلاثة ما ليا باب مرزق غير هو واحد الشغل التاك. طيب انت يعني انت عملت عمليه والعمليه حصل فيها خطا طبي يعني؟ نعم. طيب ماشي، يعني انت محتاج تعمل عمليه ثانيه؟ عايز محتاج اعمل عمليه قرنيه. طب انت ما روحتش للدكتور اللي عمل لك العمليه قلت له في مشكله حصلت، في خطا حصل، او ما تابعتش معاه؟ بيتهرب مني وبيقول لي اللي معاك اعمله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب سيب رقم تليفونك والله المستعان، يعني ان شاء الله نشوف اذا كان في حل ممكن مع بنك الشفاء او. طيب دلوقتي زمايلي بيقولوا ان الامانه العامه للصحه النفسيه تواصلوا معانا بخصوص السيده الاولانيه اللي اتصلت بينا، اعتقد كانت اسمها ام يوسف. ام يوسف لو انت سامعانا، هو بيقول ان انت يعني هي تليفونها مع زمايلي في الاعداد صح؟ طب انتوا تواصلوا معاها عشان تدوا لها رقم الامانه، يعني هتتصلي بالامانه العامه للصحه النفسيه وهم ان شاء الله يتعاملوا مع حاله جوزك، وان شاء الله يعني يشوفوا اذا كان يتم ايداعه في مستشفى او يتعالج ازاي. وكل الشكر والتقدير طبعا لسرعه استجابه الامانه العامه للصحه النفسيه، اشكركم جدا. طيب معانا مين؟ رفعت من القاهرة. ألو السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست وفاء؟ أهلا بيك، اتفضل. والله أنا راجل مؤاخذة على المعاش، وكنت باخد مؤاخذة جبت قرض لبنت أنا أجوزها، ومرتب المؤاخذة اللي باخده دلوقتي 350 جنيه. فأنا عايش أول على مراتي، وأنا تعبان والله، أنا تعبان معاها، لأن أنا باكل إيه؟ باكل في البيت يعتبر عوالة، ما بديهاش فلوس أصلا. فأنا عايزك يا ربنا يكرمك المؤاخذة وتقف جنب بني، تشوفي لي شغلها. أنا عندي 60 سنة. عند السكر عايز تشوف ايه؟ معلش قول تاني. اشوف شو يعني؟ تشوف لي شغلانه ابدا منها يا سيدي، توديني دار مسنين يا دوبك توفي. يعني هي مشكلتك كلها في ان انت في مشاكل بينك وبين زوجتك؟ انا قاعد اقول عليها طبعا المغزى اللقمه باكلها بالعافيه وبتاع، وتعبان، ظروف تعبان. اللقمه معلش انا مش سامعاك كويس، قول تاني. انا بقول لك عايشه ولا عليها المغزى؟ عايشه ولا عليها ازاي؟ طيب ما هي بتصرف على البيت. انا 15 جنيه، انا 350 جنيه يا دوبك بيكفوني. طب هي بتصرف على البيت في، يعني ده عامل لك انت مشكله ولا هي بتضايقك؟ هي بتضايقني. بتضايقني. بتضايقك ان انت ما بتشتغلش؟ طب ما انا عندي 66 سنه، تقول لي روح افتح محل او بيه اشتغل. ما اشتغلش، لان انا كنت بشتغل الاول، وكان عندي 7 عيال الحمد لله، 6 بنات علمتهم واتجوزوا، وعندي المؤاخذة الواد اتجوز، وبقيت انا وهي المؤاخذة، وانا ظروفي تعبانة والله، يعني انا باخدها من المعاش اصلا. طب وهي بتشتغل يعني؟ لا ما اشتغلتش، هي المؤاخذة بيدوها كل شهر 150 جنيه بناتي. بناتها اللي بيدوا لها فلوس يعني؟ لا 600 جنيه، 600 جنيه ما بتعملش حاجة المؤاخذة في البيت. طب ماشي، يعني اللي بينفق على البيت بناتك. ما انا لا، هي اللي بتاخد فلوس، اللي بتصرف، وهي تعبانه والله، والله تعبانه، انا بكتر تصدق. طيب حاضر. شكرا. انا والنبي ربنا، الله المستعان. طيب سيب رقم تليفونك، وربنا يعني ان شاء الله يعيننا في ان احنا نحل المشكله باذن الله. معنا مين؟ عايده من الدقهليه. الو. ايوه اتفضلي. ايوه سامعاكي، اتفضلي. الاستاذه وفاء. ايوه. طيب انا يا استاذه وفاء بقول لك، مجوزه بنتي بقى لها 3 شهور. يعني اتدينت جامد، رحت عملت كارت المعاش. انا مش عارفه اعيش، ولسه عليا 30,000. يعني انت خدتي الدين ب 30,000؟ خدت الكارد ووزعته، بس مش مكفي، يعني لسه عليا 30,000. خدتي كارد ووزعتيه؟ وزعتيه ايه؟ جبتي بيه حاجات الجهاز؟ والكارد كله خلص في جهاز البنت. الكارد خلص، ولسه عليا 30 بعد الكارد. يعني عندك 30، الكارد بتاعك 30 ولا في 30 غيرهم؟ يعني خدت الكارد، هو كان 30 اديله 25. يعني انت عليكي كام دلوقتي؟ لسه هسدده بقى، لسه هسدده، وعليا فلوس 30 بعده. يعني عندك عليكي فلوس غير الكارد. الفلوس غير الكارد كام بقى؟ كام؟ عليا بقول لك 30 بعد الكارد. والكارد 25؟ يعني عليكي عليكي 25 كارد، وعليكي 30، دول كل دول راحوا في جهاز البنت؟ ومش عارفه بقى امشي خالص، ولا اللي له 30 صابر عليا. اعمل ايه؟ مش عارفه. طيب حاضر. اللي ليه كارد 30 ده شخص؟ الكارد اللي معايا ورق بيه. لا، اللي ليه يعني اللي انت مستلفه منه 30 دول، ده شخص ولا انت شاريه حاجات؟ لا انا اشتريت حاجات، وبنتي اتجوزت، الفلوس لسه عليا. طيب حاضر. الفلوس الله المستعان، ربنا ان شاء الله يسدد معاكي. يعني هنحاول يعني نوصل حالتك بمؤسسه مصر الخير، وفي نفس الوقت لو في اي حد حابب يساعدك في سداد الدين يعني يتواصل معاكي ان شاء الله. سيبي رقم تليفونك. طيب والله المستعان. معانا منصور من العريش. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم سعادتك، انا ست وفاء، انا متجوز وعندي اولاد متجوزين. بسعادتك يعني علي قسط في البنك الاخر. عليك الايه الاخر؟ الو؟ الو؟
طب معلش الخط الاخ اتقطع، حاول تتصل بينا تاني، يعني واضح ان هو ممكن يكون عليك ممكن قسط او حاجة زي ما سمعت كده، بس الخط كان بيقطع يعني. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب، ويمكن بس الحالة اللي قبلها قبل منصور اللي بتكلم عن الدين، هو برضو فكرة ان احنا بنقول يعني بنحاول بقدر الامكان. عايزة يعني اقول لكم حاجة، يعني هي نصيحة، هي اقتراح، هي طلب، يعني احسبوها زي ما تتحسب. يعني يا ريت ان احنا برضو في جهاز البنات وفي حتى الجواز عامة، يعني اذا كان الولد ولا البنت اللي بنجهزه البنت والولد بيجيب شقة ومفروض يجيبه، المفروض ان احنا نكون ابسط من كده شوية كتير في الظروف اللي احنا فيها. يعني المفروض ان الناس تكون على قد الظروف اللي هي موجودة فيها وعلى قد الحياة وظروفها الاقتصادية الحالية موجودة عامة، يعني مش بس اي حد ظروفه صعبة. يعني بلاش نجيب الحاجات، مش هقول المغالة فيها، عشان ممكن حد يقول لا ده احنا بنجيب المحدود. طب ما نجيب اللي على قد القد، وبعد كده هو بعد كده يقدروا يمشوا. ليه ان انا يعني اتداين بشكل كبير وما يبقاش عارفين يسدوا الدين؟ وطبعا انتوا عارفين قصة الغارمين اصلا، يعني قصة الغارمين ان هو يعني ان هم يروحوا كمان يدينوا، الحمد لله ان هي مش عاملة. انا سألتها انت عاملة دين من شخص؟ واتمنى يعني ان يكون يعني على حسب ما فهمت ان هو كده. وبرضو ان كان القرض اللي هي واخداه برضو ده فيه مشكلة، القرض اللي هي واخداه مش عارفة تسده اكيد، وهي بتاخد القرض او هي بتاخد الدين هي ما فكرتش هتسد ازاي. لازم يكون كمان عندنا النية، هنعرف نسد ازاي. يعني مشكلة ان البنت عايزة تتجوز، مشكلة ان الناس يعني خلاص في عريس جيل بنتها، او طبعا يعني طبيعي يعني ربنا يعني يستر كل بناتنا يعني ان شاء الله. بس هي الفكرة لازم يكون برضو بنحسب خطواتنا علشان ما يبقاش دايما المشاكل متراكمة في الجزء ده بالذات، ان احنا عندنا مشكلة بتاعت الغارمين والغارمات في جهاز البنات بالذات. دايما تلاقي المشكلة في كده، وتلاقي الحاجات اللي هي لازم يجيب كذا وكذا ويجيبوا كذا، والحاجات الكتيرة اللي هي كلها دلوقتي بقت عبارة عن يعني حاجات ممكن ما تكونش ليها قيمة، ولازم يتحط مش عارف طقم الصيني اللي هو محدش بيستخدمه، ولازم يتحط طقم الفناجين وطقم مش عارف ايه، والحاجات اللي هي ممكن الناس ما بتستخدمهاش. محتاجين نغير ثقافتنا في دي علشان نقدر نعيش حياة مرتاحة. وانت هتعيش في وقت مزنوق في الاول، بعد كده تقدر يعني هم يقدروا يبنوا حياتهم ويقدروا يعيشوا، وربنا يوسع عليهم ويكون رزقهم ان شاء الله من واسع. احسن ما يبقى فيه ديون كتيرة ويبقى فيه مشاكل ويبقى فيه سجن بعد كده لا قدر الله، لان المشكلة اللي هو بيروحوا بقى يتدينوا بشيكات وبحاجات زي كده من الوكالات اللي انتوا عارفينهم. واتكلمنا في الموضوع ده موضوع تاني كبير، يعني هنبقى نفتحه تاني ان شاء الله عشان نشوف اخر التطورات اللي احنا وصلنا فيها لحد فين. المشكلة ان في ناس بتتربح من ده، فنخلي بالنا ونكون حذرين قدر الامكان. طيب دلوقتي يعني بيقولوا لي زمايلي في الاعداد اهو ان هم تم التواصل مع محافظة بني سويف، ويتم حل المشكلة. لو بسمة سمعانا، اسمها بسمة على ما اعتقد، بسمة. طيب ايه بسمة لو انت سمعانا، هو تم التواصل دلوقتي مع محافظة بني سويف، وان شاء الله المشكلة هتتحل. وبكرة تروحي الساعة 12 هناك او 11 تروحي الساعة 11 هيكلموكي، برضو انت تتواصلي معاهم وتروحي، وقالوا يعني وأكدوا ان الكشك مش هيتشال. ما اصلها برضو مش مسألة يعني ان احنا نقول يعني مش اهواء الناس. في حاجة اتجابت بتصريح واحنا تعبنا معاكي فيها، ويعني تعبنا عمال ما جبنا لها الكشك ده، وان طبعا بالتعاون مع جمعية الأورمان ربنا يكرمهم جبنا الكشك وجبنا البضاعة، وكانت ظروف الوالد والوالدة صعبة جدا، محتاجين مصدر رزق. فيعني بعد ما نتعب ونعمل ده يجي حد مش على هواه، انا معرفش الظروف. عشان كده بحبش اتكلم على الطرف التاني اللي احنا ممكن نكون مش عارفين يعني رده ايه او ظروفه ايه او هو عايز ايه. عشان كده قلت يتم التواصل مع الطرفين ويشوفوا حل وسط. ولكن اذا كان الحاجة جاية بتصريح وجاية بدواء، وده رزق بني ادم، هيضايقك في ايه؟ يعني ده مصدر رزق لجارك، اذا كان راجل كبير ومراته وظروفهم محتاجة ان هو يكون عندهم مصدر رزق. ايه المشكلة اللي هتضايقك لو في حد تاني يعني بالمعنى كده بتاعكم، وانتم اهل ناس يعني اهل الصعيد ناس طيبين وناس كرمة وناس عندها شهامة، ايه اللي هيضايقك ان في راجل بياكل عيش؟
يعني وراجل كبير، مش مثلا شاب، واذا كان حتى شاب ولا اي حد في اي عمر يعني، ولكن ما يكون الاجدى بان احنا بنوقر اهالينا الكبار وبنوقر ابائنا وامهاتنا الكبار في السن، ما يكون راجل كبير وزوجته وظروفهم صعبه ومحتاجين، يعني هم ما بيمدوش ايدهم في الاخر وقالوا عايزين مصدر ده مناسب ليهم ان هو يكون في مصدر رزق، ان هو في كشك وجاي له برزق ان شاء الله، ربنا يوسع علينا جميعا يا رب. هيضرك في ايه يعني؟ انا برضو مش فاهمه المنطق. قلت يمكن يكون في يعني عنده فكره فيتم التواصل، ولكن اذا كانت المحافظه بترد ان هو ده مرخص وان ده مكانه وانه هو مش يتشال، فيعني يعني اتمنى ان يكون الجار سمعنا دلوقتي ويكون في نوع من التراحم. يعني ده الرسول وصى على سابع جار، ده جارك هو الاولى بالشفعة. يعني كتير من 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 يعني حتى لو كنت يعني هو يعني الديانه بتختلف عن الديانه، ولكن هو الجار يعني في بينهم وبين بعض يعني صله، اللي المفروض تكون صله الجيره دي ليها قوانين وليها قواعد، وانتوا اهل الصعيد يعني تعرفوا عن ده اكتر مننا. يعني ربنا يعافي الجميع يا رب، ويعني ما يكونش فيه يعني مشاكل بين يعني الظروف الصعبه والظروف الاقتصاديه والظروف اللي ممكن احنا نكون نتكاتف فيها، مش يعني مش الدنيا اصلا مش محتاجه تكون في بيننا مشاكل، او يكون في بيننا ضغائن، او يكون في بيننا الناس تبقى الشحناء دي بيننا وبين بعض. الدنيا ابسط من كده بكتير، محدش عارف مين ميعاده هيكون قبل مين. يعني نتذكر ده، نتذكر انت لما تعمل حاجه وتقول يعني ويكون يعني انا اتمنى ان كلامي ده يكون حد يعني تكون انت سامعه، يعني يكون الجار ده سامعه، يعني المساله يعني الجار او غير الجار، يعني محتاجه ان احنا كلنا ونذكر واذكر نفسي معاكم ان احنا كلنا يكون في بينا تراحم ده، لان الظروف بغض النظر عن الظروف اللي احنا اللي بيمر بيها العالم كله مش مصر بس، لما تيجي تبص كده وتبص حواليك تلاقي الدنيا كلها يعني تحس قد ايه ان الظروف صعبه في كل العالم مش في مصر بس، وقد ايه ظروف مصر برضو متاثره. يعني مصر متاثره بده، ومن بعد احنا بقالنا من 2011 لحد دلوقتي واحنا بنحاول نخرج من عنق الزجاجه، يعني بنحاول نعدي الكبوه الاقتصاديه وبنحاول ان احنا نحقق تنميه، وعمالين نقول من الاول بنحاول عايزين نحقق تنميه عشان نعدي ونوصل لده، محتاجين ان احنا نتلاحم مع بعض، نكون يعني متكاتفين اكتر ويكون في بيننا تراحم، لان ما حدش عارف بالمعنى البسيط كده، بالمعنى البسيط ما حدش عارف مين هيموت قبل مين. فلما حد تكون في بينك وبينه شحناء، وفي بينك قريب بقى او غريب او جار او اي حد في بينك وبينه مشاكل، وفجاه تلاقيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى امره ان هو توفاه الله، ساعتها نقعد نقول يا ريت ويا خساره. والله الدنيا ابسط من كده كتير، والدنيا زي ما بنقولها بيقولوها دايما اهالينا، الدنيا مش مستاهله يكون بيننا كل يعني مشاكل من النوع ده. ربنا يعافينا جميعا يا رب، ويعافي كل مرضانا ان شاء الله، كل الناس اللي اتصلت النهارده واللي ما لحقوش يتصلوا، يعني حاولنا بقدر الامكان ناخد اكبر عدد من المكالمات، والباقي ان شاء الله اللي يتصل بينا او ما لحقش يبعت لنا على صفحه مصر احلى او صفحه وفاه طولان بالعربي وبالانجليزي، وان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا في سد احتياجات الناس ويرزقنا يا رب بحاجاتهم، وان احنا نقدر نرد على كل رسائلكم، ونقدر ان شاء الله نتعامل بكل المداخلات اللي كانت معانا النهارده. ما تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 12 ظهرا، واترككم في رعايه الله وامنه، وتصبحوا على الف خير.